حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة السومرية، وحلقة جديدة من برنامج ناس وناس. فريق ناس وناس اليوم حاط رحالة بمنطقة بغداد الجديدة، تحديدا السوق الشعبي لهذه المنطقة. بين أهلنا وناسنا الطيبين لمعرفة آرائهم، مناشداتهم، وجهة نظرهم بما يدور بأروقة المؤسسات الحكومية. نعقب على موضوع اللي يعتبر هو الشغل الشاغل للشارع العراقي بهذه الفترة الحالية، ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار، سعر الورقة 100 دولار الوحدة، سجل بالعراقي 163,164 ألف، وإذا تريد تنزل حاجز 60. انهيار واضح للدينار العراقي، القبض ظلالة على من؟ على المواطن، على الحركة الاقتصادية. اليوم المواطن البسيط يسأل يقول أنا شنو ذنبي؟ شنو ذنبي من هذا التخبط؟ شنو ذنبي من السوق يوقف؟ اليوم أكثر المواطنين بالأسواق الشعبية عملهم شبه متوقف. قبل التصوير التقيت مع بعض المواطنين يقول بالذات اليوم اللي سجل ارتفاع يعني 164 ألف لل 100 دولار الوحدة، يقول ما مشتغلين نهائيا. لو نشتغل بألف دينار لو ما نشتغل حتى الألف مدى نشوفه. المواد البسيطة الاستهلاكية، المواد الغذائية، سعر طبقة البيض اللي وصلت 8000 دينار، هذا الفقير ايش راح ياكل؟ ايش راح يوكل جهاله لصاحب عائله اللي هو لربما عنده راتب الرعايه اللي هو 170 ألف ولا 200 ألف بالشهر؟ هذا ايش راح ياكل عائلته اذا هي طبقه البيض 8000 دينار؟ سعر المواد الغذائيه للخضروات صعدت ضعف ما كانت عليه بالسابق، ضعف الحاجه ام الالف صارت ب2000. يوم الشعب العراقي ممتعض، خايف من ما خايف من اللي دا يصير، يتمنى انه يكون حل. نتمنى ويتمنى المواطن انه يكون حل للوضع الاقتصادي، سعر الدولار. فاليوم احنا نجي لهذه المنطقه وتحديدا سوق بغداد الجديده لمعرفه اراء اخواننا المواطنين بما دا يدور بالواقع الاقتصادي اللي متخبط جدا بالبلاد. السلام عليكم. شلونك اخوي؟ شلون اخبارك؟ نعم وضعك؟ خير تمام. شلون الوضع بالسوق؟ والله مو شيء، مو الاولي. مو الاولي؟ ايه. يعني السوق تعبان، مو نفس قبل، هسه الدولار صعد، ايه. خرب الاول والتالي. خرب ايه. الاول والتالي. زين. تبضع شنو؟ ماكو؟ ماكو حركة قوية. اشتغلت هنا؟ قبل. أنا هنا أشتغل حمال. حمال. ايه. يعني كانت ننزلها بيش؟ كانت تنزل السيارة ب3000. ايه هسه ماكو فرد نوب، نزلوها. يوم مشتغلت لها؟ لا والله ما مشتغل. كل شيء ما مشتغل. ماكو بضاعة تدخل السوق؟ ماكو بضاعة، من ورا الدولار. ايه؟ ايه. ماكو بضاعة، مو نفس قبل. قبل نعمة. كنا تطلع ال10 وال15، هسه ماكو، كل زين تحصل لك 6000. 6000 دينار؟ ايه. 6000 دينار هاي ايش راح تسوي لك يا اخوي؟ ماكو شيء ما تسوي، كل شيء ما تسوي. يعني يا دوب تجيب لك منها جزء مسواق بيهن، حتى ما يكفي المسواق. حتى مسواق ما يكفي؟ ايه. الله يكون بالعون. زين انت الوحيد المعين لاهلك؟ لا لا انا عندي 3 اخوان. الله يحفظكم ان شاء الله. الله والديك. ايه؟ واحد عنده تكتيك، وواحد يشتغل بمعاميل. ايه؟ وانا اشتغل هنا انا. وعلى 6000 دينار. ايه. يعني من ده نحكي بموضوع دولار تداعياته السلبية، هذه تداعياته السلبية عليها من تأثر؟ ما راح تأثر على المسؤول نهائيا، المسؤول ما راح تأثر عليه، مسؤول راتبه ماشي ما راح يأثر عليه. موضوع الدولار صعد نزل ما 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 له علاقة بهذا الموضوع، المتأثر الوحيد هو هذا الخوي، وبقية البقية اللي مثله المهمشين الفقراء. يا اخوان الحلول بموضوع الدولار، السوق العراقي انتهى، اصحاب البسطات وضعهم جدا مزري. حرك 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 من نفسك، اشتغل اكثر حتى تنقذ هذه الشريحه. الله يحفظك والله يرزقك ان شاء الله، يعني ويوفقك وان شاء الله يتعدل هذا الموضوع. السلام عليكم. عليكم. شلونك خير؟ شنو اخبارك؟ وضعك؟ الله يخليك. سوق بغداد الجديده شلونه؟ تعبان والله. تعبان؟ كلش تعبان. يعني انت من جاي نسولف هسه الحين، من نسولف؟ نسولف من طريق الدولار،
من طريق الحدود الساديه، من طريق البوك، بيمن السولف له. يعني ربك هسته يجيك واحد يوميته 15,000 مو؟ ياخذ له اسود كيلو ب 2000 دينار، ياخذ له كيلو خيار ب 1000 ونص، ياخذ له كيلو بصل ب 1000 ونص، كيلو اسعار صعدت. صعدت وشنو شنو شنو سببها؟ شنو سببها؟ شنو سببها؟ غير الدولة شنو؟ غير سوت انا لو انت احنا ناس الفقرة كسر. واحنا نسأل. هي كلها سببها الدولة. ارتفاع الدولار. يلعبون كيفهم. ماكو لا رقيب. الفقير طايح بيها. الفقير واقع بيها. اي. الباقي الزرع المستورد مثلا عندك الاسود. بالحدود ب 500 دينار. الدولة تاخذ علي قمرك كيلو واحد ب 750 فوق سعره صار الاسود ب 1000 وربع. صار فارق ربع. هسه لحد هو على الحدود فارق ربع مو؟ اي صار لا 500 ياخذون علي ب 500 سعره هاي صار كيلو من هناك ب 1000 دينار. اذا يجيبه بالعلوه ب 1000 بيش يبيعه؟ يبيعه ب 1000 وربع 1200 مو؟ زين نجيبه احنا بيش نبيعه؟ نبيع لازم ب 2000 2 4 1000 ونص مو؟ سعر الباذنجان 2 ربع 1000 ونص 2 4 2000 زين. بعد البصل كل حاله جيبوه من الحدود ب 500 كيلو خلوه على قمرك 600 دينار صار كيلو ماله ب 1100 بيش يبيع هناك الفلاح؟ ها مشكله كبيره كلش وما لها حل هاي ابد. حتى موضوع يعني بدت التاثيرات حتى على الاكل حتى نعم. على الاكل هاي 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 الاكل ابصر شيء شنو الاكل با صور له هسه صور السوق هسه صور هو ده صور له من جاي الناس ما عدا عمي عينكم على على الفقيه باعوا على هالعالم هالعالم مين تجيب ناس ترى كلها كسبه اقل اللي سوانا رعايه باق هاي الناس اللي ما على شغل عمل شنو الرعايه 125 في الرعايه شو اسمك يا اخوي وين هي الرعايه بس لهم ترى بس جيب خالك لابن عمك لقرايبك والناس تراجعك الشماك وهسه ورق 163 وسادينها فهد مازله وضعيه تعبانه صفر والله العظيم والحمد لله الحمد لله الله يكون بالعون نورتني وشرفتني نورتني وشرفتني السلام عليكم حجي شلونك؟ شنو اخبارك؟ مرتاح ان شاء الله شلون وضع السوق؟ الله يبارك فيك الله يبارك فيك يعني الموضوع هو اللي سبب ركود وارتفاع باسعار المواد الغذائيه هو الدولار فهذه المشكله هذه المشكله يعني يعني الغضب واضح غضب واضح على وجوه المواطنين يعني من صرب الاسعار بالشكل هذه ف الخاسر الوحيد هي الطبقة الهشة، الطبقة الفقيرة. السلام عليكم. شلونك خويا؟ شنو أخبارك؟ شلون وضع السوق؟ والله مو شيء. يعني أيوه مو شيء على الدولار هسه هذا الصاعد والأوضاع شوية الأمنية مو. هسه أنت هناك شنو تبيع دجاج؟ إي نبيع دجاج. صاعد سعرها؟ إي مو صاعد شوية دجاج. قصر بيت شان؟ كان قبل نبيع 4.5 هسه لا 5.5 مرات ب6 قبل الفترة الأخيرة يعني صاعد تقريبا ربع السعر اي ربع شوية صاعد هذا الارتفاع وقف الحركة يعني ماكو مسواق عليه له لا ماكو مسواق تعبان اي هسه هاي بضاعتك تجيبها هيك يعني اي والله هيك مو ذاك السوق مو قوي مو ذاك القوة اي شو نسوي نقول الحمد لله والشكر الله يكون بالعون شكرا جزيلا يعني كل موضوع المواد الاستهلاكية للمواطن صعدت أسعارها اللي صعدت للضعف واللي صعدت ربع ما كانت عليه قبل فهذه هذه هذه مشاكل هذه مشاكل وتحتاج للحلول احنا دائما نحكي بالموضوع اللي يهم المواطن اللي هي المواد الاستهلاكية السلام عليكم شلونك خوي شنو اخبارك وضعك شلون السوق والله السوق غالي في هدنوب واقف اللحم غالي ليش اللحم ب 15,000 الكيلو ب 18 بيت كان ب 12 وب 10 هسه صار له من شهر اقل الشهر ب 18 هاي العالم منين يجي انت موضوعه كم بالدولار يعني لا لا مو بالدولار بعد ليش هذا صعد هسه بلد عصابات عمي يعني شغله شكل
قبل بليله ويوم صار كيلو لحم ب 18. كنا اي هذا الغنم كنا نبيع الكيلو ب 10 والعجل الكيلو ب 8. هسه كيلو لحم الغنم ب 18000 والعجل ب 13000. زين هذا برايك يعني اليوم هسه هذا لا له علاقه بالدولار؟ أيه. حتى نقول صعد الدولار يصعد السعر. هاي احزاب كلها الاحزاب تصعد سعر اللحم. اي هي هاي شلون اللعبه يفرون العالم فر. أيه؟ هسه الدجاج نزل، ليش كيلو دجاج ب 4000 ونص؟ قاعد يقول الولد هناك ب 5 ونص و6 الدجاج؟ أيه؟ لا ب 4 ونص اليوم باعوه ب 5. ايه صار له اسبوعين الدجاج رخيص بس اللحم غالي بشكل. يعني هاي لعبه احزاب برايك؟ والله الله اللي يعلم بعد ما نعرف. هم مشكلة مو؟ هي مشكلة منين تجيب العالم والله من يدري. الله كريم. زين السوق ما تسعى على هذا السعر، اكو عالم جاي تسوق. ما تشتري هذا السوق فارغ. منين يجيب العالم؟ هو شيء كله غالي. لا اله الا الله. الحمد لله وشكرا. موضوع اللحم هسه يسوون المرقة شلون؟ بدون لحم. مرقة صارت بدون لحم. اي والله شو تسوي؟ الله يساعد اللي ما عنده والله. الله يساعده. اي والله الحمد لله وشكرا. الله يساعد اللي ما عنده. اي والله. الله يكون بالعون. عيني حياكم. حياك 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 حياك. يعني يعني حتى سعر اللحم يعني ادري شلون يعني العوائل الفقيره ما راح تاكل اللحم يعني هذا. زين هو معروف انه الموضوع الاكل الاساسي عند المواطن العراقي لازم تكون بلحمه يعني. يقول صاعد ب 18 مثل ما تحدث الاخ. ب 18000 صاير سعر الكيلو. يقول قبل كنا نبيع بالزايد بعشرة. يعني كل المواد اللي تدخل بغذاء المواطن العراقي كلها صعدت. أدري هي محاربة دا تحاربون المواطن. اليوم ما له ذنب المواطن، ما له ذنب بأي تخبط. السلام عليكم، شلونك خويا؟ شلون أخبارك؟ شلون وضع السوق؟ والله السوق زبالة، خلينا نقولها بالعامية أحسن. يعني أكو بعض الجاسمين ما يفتهمون هاي المعنى. يعني السوق غلي. يعني شنو ذنب المواطن؟ الدولار احنا شنو عندنا دولارات؟ عندنا دولارات احنا قوتنا يومي. زين شنو هالسوق؟ هاي الكاميرا شوف. نعم السوق تعب. ناشد رئيس الوزراء اذا ما يقدر هاي الاوضاع ما يقدر هاي العصابه اللي حوله خليه يطلع. ليش الشعب باش يتفض علي؟ شنو البوتيات اليوم ب 1000 ونص؟ شنو البوتيات؟ صارت ب 1000 ونص؟ ب 1000 ونص 750 كانت. خليه خاف هو خاف خلي يروح يباوع كاس العالم احسن له. خلي ينزل يشوف وضع العالم، تعبت العالم. باكر من يصير مظاهرات ويضرب بالعالم يقول لك الجهه الثالثه، لا مو الجهه، انتم الحكومه الجهه الثالثه. شعب تعب، طلعوا. ما تقدرون للشعب طلعوا، تعبنا. شنو ذنبنا احنا؟ احنا والدولار شنو؟ عصابه بيناتكم، انتم عندكم دولارات، احنا عندنا دولارات، ما عندنا دولارات. شنو الطبقه البيض اليوم 9000؟ وصلت 9000 وصلت الطبقه البيض. 9000 رحمه الواديه 3000 بيض. يعني انا انا يوميتي 5-7000 اشتغل يوم هذا الجلمه 7000 8000 دينار نشتغل رحمه الواديكم. يا محمد الشاع السوداني يا رئيس الدوله اذا ما تقدر اطلع احسن لك، اطلع باحترامك. شنو بحر رايح متقي اللي بيتخم وزع قطع اراضي للواعيب؟ يستاهلون اللواعي، احنا مو نقول لك، بس انت لا توزع ملك الشعب. هذا ملك الشعب، انت مو تقول ملك الشعب، انزل للشارع حاسب اذبح. المنتخب حقق انجاز، حقق انجاز على راسه. انا ما احكي على المنتخب. نعم. خلي ينزل استخبارات، خلي ينزل للمتلاعبين. خلي شنو طبق البيض 9000؟ انا لا اذا ما القى مسواق اخذ لي طبقه بيض ب 1000 4 5 بيضات واروح للبيت. هسه ما اقدر. شو اجيب دهين؟ اجيب الشكر اللي قطعوه؟ يا محمد شاع السوداني هاي رابع مره خامس مره اقول لك انا مواطن اذا ما تقدر اطلع احسن لك، لان الشعب راح يقوم عليك. نزل لنا الدولار، اريد ننزل الدولار، اريد ناكل خبزه. احنا كل شيء ما نريد من يمك، احنا نريد السوق يستقر حتى ناكل عيشتنا. انا لا عندي راتب ولا عندي اي شيء. عندك كل شيء؟ كل شيء ما تملك؟ كل شيء ما عندي. رعايه الاجتماعيه طلعت اجتني للبيت. انا عطال بطال. طلعت لي تقول لي انت عندك، انت قاعد ويا اهلك. انا زين قاعد ويا اهلي، قاعد بالشارع. انا ما املك. شلون لا تقعد بالشارع؟ يلا الا اروح اكذب عليها، الا اروح اكذب عليها، اجيب لي بيت تجاوز واقعد واجيب لي دوش اقل واكذب عليها حتى تصدق. انا ما عندي. شنو اللي ما عنده عيب؟ لا ما رحمه الوالديكم. ما نريد السوق ينزل،
نريد السوق ينزل، نريد ناكل عمي، نريد ناكل. يعني شلون يعني شلون يعني انا وانا وديها يعني اخذ الى مالقى شغل من يطيني اروح اسلم؟ اذا اسلم يذبوني بالسجن. يا عبد الامير الشمري هاي وزير الداخليه، اذا انت صحيح نزل جماعتك، ترى السوق قام يتلعبون بيه، فالريد من يمك تنزلون السوق. يا محمد صاع السوداني، ما نقول لك رئيس الدوله ينتعبنا، رئيس الدوله كون عيني على شعبه. هاي بس احنا نقول لك اياها، الله يكون بالعون، تعبنا والله، الله يكون بالعون. ناشر من قناه السومريه، الريد رئيس الدوله ينزل للسوق، لان يعني هذا مال المواطن، هذا مال الفقير، ترى مو مال رؤساء البرلمان ولا رؤساء الجمهوريه، هذا مال الفقير، مال الفقير، مال الفقير. شكرا لكم، احنا ناشدكم وقناه الشريفه ان توصلون صوتنا. واجبنا، واجبنا ايصال الصوت، واجبنا. الله يبارك فيك، والله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك استاذ حبيبي. سوق الفقراء هو السوق الشعبي، سوق للفقراء. اذا الضرر هذا السوق الفقير اللي انتم تقولون احنا جايين نشتغل على موده، وين شغلكم؟ اذا السوق خاي خلاص وقف، ماكو اي حركه. والسبب الاول والاخير موضوع الدولار، موضوع الدولار. السلام عليكم، شلونك اخوي؟ شلون اخبارك؟ احنا نسال شو موضوع السوق هذا الارتفاع مال الدولار؟ السوق تعبان عمي، السوق تعبان. اي والله، من ورا الدولار 170، عود هذا جانا الرئيس الجديد السوداني، الدولار 170، الطماطم 1000 ونص، ما حد يقدر يشتري عم الفقير اللي ما عنده، ما حد ما يقدر يشتري. تشتغل بالعجين مال الفلافل، حتى العجين مال الفلافل الضرر ساعده هي ب 1000 وربع، وهسه بالزايد بعد الصعدان تسعة تصير ب 1000 ونص، تصير 2 لربع. لفه الفلافل راح تغلي. اي تصير ب 1000 ونص اللفه على هالحكي. بطل الزيت ب 4000 وب 3000، اللي ما عنده منين يشتري؟ ما يقدر يشتري، منين يجيب؟ يروح يبوق، يضربه جوع، لو يبوق لو ينهب لو ايش يسوي؟ مو لولا منين يجيب عم؟ والله ما يقدر يعني. فقير سلب، قالوا سلب هذا عم من الجوع سلب. يعني هسه يعني تقريبا بالدعش السوق فارغ، كل شيء ما 12 فوق 12 عبرة الصلاة، وماك سوق تعبان، ما حد يقدر يشتري عمي، سوق تعبان، راتب ماكو، منين يجيب؟ والله العظيم عم ما عاد منين يجيب. بس هاي اكلة الفلافل، حتى الفلافل راح تصعد بموضوع الدولار. اي تصعد، الحمص يصعد وكله يصعد، تصعد الفلافل. عيون شلون شلون؟ تعال خلي بس خلي تجيك انا من هناك، راح اجيك من هناك حتى افوت. هذا الموضوع يعني هذا جدا مهم. ما اكلها بصراحه. اسرح اجيك بس خلينا نشوف موضوع، يعني ذا الموضوع الفلافل يصعد، يعني هذا جديات الفقير ايش راح ياكل؟ والله يضربه جوع. شلون شلون؟ جوع يضربه. يعني حتى الفلافل؟ شلون لعد؟ كيس الحمص والله يشتري ب 16000 17000 هسه ب 33 ب 34، شلون لعد ما نصعده؟ لا احنا غصبا علينا نضطر نصعده. وجه هاي الرساله للمسؤول عبر برنامج ناس وناس. هسه طبقه البيض فهمناها صارت ب 8 وب 9. اي نعم. هذا اللي هي اكلات المواطن البسيط الفقير. أيوة مو صحيح؟ أيوة والله صح. الفلافل سولف لي على الفلافل، شنو ايش بيها الفلافل هسه؟ والله الفلافل هسه تصير ب 1000 ونص، تصير 2 لـ 4، ما عاد منين يجيب؟ يضرب الجوع غير يضرب الجوع لو غيرها، اكو غيرها؟ نسأل شو ناشتهم، دير بالهم على الناس، ناس الفقرة، ناس ما عندها، خلي دير بالهم على الناس، مو هيك فرد نوب سووها. يعني هسه اذا هاي الفلافل بيش تبيع الكيلو، بيش كانت الكيلو؟ كانت ب 1750 تصرف لنا. هسه بيش قمت تبيعها؟ هسه بيعها ب 1000 وربع، والله ما تصرف، يعني فلوس بفلوسها. يعني على هذا الحال، على هاي الحالة لفة الفلافل بيش راح تنباع؟ راح بس يبيعونها ب 1000، 1000 وربع يسوونها بعد. تسعة سعرها. تسعة شلون؟ يا مسؤول هلا بالناس اكيد بالناس. اكيد هلا بالناس. اي والله هلا بالناس. يعني سجل يمك، سجل يمك بالناس. حتى تعرف شعبك شلون عايش، باع عائلتك، باع عائلة الناس. سجل يمك يا مسؤول، احنا دا نحكي على اللي اصحاب العلاقة، ذوي العلاقة، اصحاب الشئن. بعد ما كانت طبقة البيض باربعة وباربعة ونص صعدت ليلة 8 ومشى السوق، سعر طبقة البيض مشى ب8، صار له تقريبا قرابة يعني نقول الشهر، ضيفوا لها وحدة ثانية، لفة الفلافل من 500 راح تنباع ب1000 وربع. ها
شغله يبيع العجين مال الفلافل، صعد العجين يقول لا فرح تصعد من 500 لل 1400، سجلها يمك هاي وحده، خلي الفقير يشوف ايش دا يصير ومنو السبب. اكله الطبقه المهمشين ايش راح ياكلون؟ راح يموتون من الجوع يا اخوان، راح يموتون من الجوع. شنو بعد؟ ايش بقى للفقير؟ حاربت بلفه الفلافل؟ وتروح لي مناهم بناهم ومسوي لي فد قضيه؟ والله ساد لي كم محل ما صيرفه، هي هاي هنا انحلت؟ لا، الموضوع اكبر من المحل ما صيرفه، اكبر، هذه الرساله لازم توصل، موضوع اكبر. وحتى الفقير ترى مو غشيم، يوم الفقير فاهم ايش يصير، فاهم ايش يصير. من تسد لي محل ومحلين مو انتهت الشغله، شغلة أكبر من المحلات. فكر بها راح تعرف وين الشغلة. بديهم حج، شنو المحلات؟ شو عليه بالمحلات؟ من عز المحلات بديهم. ما صيرفه. هو بديهم حج، هو بديهم، هم يساعدونه وهم ينزلون بصيرفه. بديهم حج. هم يساعدونه بديهم. بديهم. اسمع يا مسؤول، هذا كلام المواطن اللي أنت بديهم جاي تشتغل على موده. فاهم ايش داي يصير؟ بديهم. داي يعرف. الله يكون بالعون. الله يكون بالعون. طفح الكيل عند المواطن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طفح الكيل عند المواطن. يوصل صوتك واصل. طفح الكيل عند المواطن بمعنى واضح وصريح. انتهى بعد موضوع الدولار. نهى راح ينهي الطبقه الفقيره اكثر مما هي منتهيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك؟ اهلا وسهلا. يا هلا بك. اهلا وسهلا. هلا بالمهلي. شلون السوق؟ الحمد لله. شكرا. الحمد لله. ايه راضي باللي دايس؟ لا راضي الحمد لله. هذا كله امر الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. بس حركه السوق شلونها؟ زينه مثل قبل؟ قلت موضوع الدولار شلون تشوفه؟ انا راح اسالك كاخ. انت اخوي، انت على راسي. مو كصحفي. لا اخوك. احنا نعرف الطبقه الاجتماعيه كلها، هذا واضح. العراقي طبقه احنا الاجتماعيه هاي الضعيفه نعم. نعرفها زي. اذا ما يريد يتسوق له فد ب 10,000 ثاني وما يقدر يتسوق. هاي نقطه زين. هاي وحده. الثانيه انا جبتها على الطبقه الاجتماعيه. نعم. الرعايه الاجتماعيه اللي تعطيك 250,000 اريد منك شهر، عنده 6 اطفال، عنده 10، ينطونه 250,000 وانا من ضمنهم زي. الله يكفيك الشر. ضربوا الجلطه 8 اشهر. حش عدل؟ زين. اكو ما قدر يعاون ب 50,000. الناس مثل وجهك، مثل غيره. طيبين موجودين. المهم انا اوصي سلامي، اقول السلام عليك يا سيد مقتدئ، يا ابو المرجعيه انت. انا اضدك الك، مو اضل بالبرلمان، اقصدك الك. اوصي رساله من كل الناس مواطنين، لو شوف النساء تجدل بالسوق احنا بعد ما نقدر نرفع روسنا. حش عدل. وكل شاب هنا يطخ، مع احتراماتي للبقاقيل، اكو بقاقيل يعتقدون بالله هذا الشخص اللي يبيع اللاقة هذا استعطي، واللي يبيع شاي استعطي كانه ما يستجدي. هاي نحكي هالشكل، وخاف يقول هذا الانسان السيد ومشنه اعتقد بروحه نقص. لا، انا اشوف انا تكبر، اكو العالم تكبر ونفاق وحدة. هاي معتين اثنين. وثاني شيء أوصي على المحاكم القضائية اللي هم يحكمون الحكم الشرعي، ماكو حكم شرعي. أنا منهم، صارت عندي حالة نفسية، العائلة المشتكى لله راجع تذبني بالشارع، وأنا مواليدة حاشق مواليد 76، مو كبير طول العمر. حش عدل. طول العمر. وشفت يا ما شفت هنا بال87 أنا أشتغل بغداد جديدة. حش عدل. أنا أقصدك عن معيشة اللي الناس ما تقدر لها 3/4. هاي شي خريج يشتغل بمطعم القصواني اللي يسوى واللي ما يسوى، وناس خريجين بقاقيل يتعامل ويا إنسان جاهل، وأكثر حق هذا. شوف الإنسان اللي هذا عنده مريض، 1000 ناس هم مثل الناس عاونته،
ويا ما عاونوه. هي هاي شيمتنا حكي عدل مساعده بما بس خليني احاكيك حكايه وحده. انا مو عصبي ولا افرق صبري ولا افرق قهري بالسماعه ولا بالصحافه، لا انا وصل العالم اللي هم نقول احنا مرجعيه يفتون فتاويهم ما يطبقونها، هاي وحده. وثاني شيء هذا اللي قاعد على الكرسي يتحلم بكرسيه باكر من ينزل، اكو رئيس يكضها دوله تطلع يحاسب الناس على هالاصراف، هذا التبذير، هذا يجي ضريبه، هذا يجي متقراج، وهو ثلاث ارباع الشارع مخربط، المرور يتعاركون وياه، الشرطي يتعاركون وياه، شنو هذا؟ هذا مجتمع وانت صحفي وطالب مدرسه وهذول الناس، وهذا اكبر سن من عندي، شاف يا ما شاف بالعراق المأساة، شفنا كنا مأساة قانون مضبوط اللي يمشي عوجي حاقبوه، هسه اللي يمشي عوج نمشي عدل نمشي عقاب، هسه اللي يحكي حق كلمة الحق. أنا وصيت السيد أكثرهم حقي كارهون، وصلت محكمة قالوا لي أنت لازم فلان ولازم تجيب محامي، بوي أنا ما أعرف أحكي، أنا أريد حقي الشرعي وأريد حقي القانوني للرجل اللي هو تعب على العائلة والعائلة ذبته من تالي زغره، زين أنا من يصير عمري 60 باشا وين ذبوني؟ الله يكون بالعون، الله يكون بعونك، وهذا وأنا وصلت وشرفتني أنت، والله يسلمكم ويحفظكم ويكفيكم شر بني ادم. حبيبي المال موجود من كل طيب يجي، بس انا اوصل سلامي المرجعيه هذول الناس التفتي، خليه يمشي ينظر للعالم اللي يستبصرها على بصيره صحيحه مو بصيره نظريه. نورتني، اهلا وسهلا. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ جايبك بالسوق، ايش اشتغلت بالسوق؟ والله عربانه. عربانه؟ ايش قد عمرك؟ عمري 15. 15 سنه؟ تشتغل بالعربانه وبالسوق؟ ايه. طالب مدرسة؟ لا. تركت المدرسة؟ يعني أنت تشتغل يعني إذا تعين عائلتك، أحد وياك دا يعيلها وياك لو بس أنت بوحدك؟ لا أنا ثلاثة ويا أخوان. ثلاثة وياك ويا أخوتك؟ إيه موجودين هنا. أنت أكبرهم أصغرهم؟ لا واحد أكبر من عنده والثاني وأنا الصغير. وأنت الصغير. وشلون الشغل؟ والله الحمد لله مرات أطلع 10 15. إيه؟ هاي. ماشي أمورك؟ إيه، شو أسوي؟ الله يرزقك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله يرزقك. يعني اطفالنا بهالحال هذا، سوقنا بهالوضعيه هذه، مشاكل، والمشاكل دا تكبر يوم بعد يوم. وبصراحه ومثل ما دا يقولون الحلول لا محل لها من الاعراب. ماكو من بينه. جمل طويله تحتاج إلى من يسمعها ويعالج المشاكل، بس شنو؟ دا يسمعون لكن الحلول ماكو، أكيد دا يسمعون بس الحلول ماكو. السلام عليكم، شلونك خير؟ السلام عليكم، شلونك خير؟ شنو أخبارك؟ شنو وضعك؟ ايه بتحكوا عن ايه؟ بتحكوا عن ايه؟ ما سمعت. بتحكوا عن الغلو؟ الغلو غلو. ايه ايه. اسعار الاسعار شلونها؟ السوق شلونها؟ ايه والله كل حاجة صاعد. اه مصري انت؟ ايه ايه. يا هلا. الحمد لله. يا هلا. كل شيء صاعد هسه كل شيء صاعد، كل ما ونشتري الحاجة صاعدة، العالم تيجي تقول ايه؟ ليش صاعد؟ ليش صاعد؟ يقول لك الدولار. كل الدولار. شيء حد يتكلم يقول لك الدولار الدولار. زي. يعني واحنا بنشتري صاعد هنعمل ايه؟ يعني لازم ايه؟ نبيع. غالي زين، فكل شيء هسه يعني صاير. انت هنا شنو مخضر تشتغل؟ بيع مخضر؟ ايه يعني خضروات، الخضروات والفجل ومو؟ ايه وبادنوس ورشاد. زين. بيت كانن وبيت صارن هسه؟ هسه يعني كل حاجه صاعده، كنا بنشتري فرق كثير هسه. زين. هسه بيش مثلا نقول الفجل بيش صار؟ 500 كان بربع. كان بربع؟ ايه. والفجل؟ هو الفجل كان بربع هسه ب 500. 500 ايه هسه كان بربع. هسه السلك كان الرشاد والسلك وهاي هسه الرشاد كان 5 ب 500 هسه 3 ب 500 4 ب 500 وصغار وصغار مش زي الاول كان بقى كبيره. زين كان قبل كبيره. ايه حتى السلك حتى الاسبيناغ يعني بس انت مضطر تعمل لان انت بتشتري غالي. زين هذا الارتفاع بالسعر اكو نازلة تتسوق لو قلت حركة الطبقة؟ لا قلت والله قلت هسه قليلة
ايه لان الناس يعني ما تعمل ايه، لان هي جايه تشتري مش خضره بس، جايه تشتري مخضر طماطه كل ال... حتى ما عادش شغل زي الاول. من شو وقت انت هنا بالعراق؟ انا بقالي يعني هسه 5 سنوات. 5 سنوات صالح. ايه ايه ايه. اهلا وسهلا بك حبيبي. والله نورتنا. الله يخليك. شرفتنا حبيبي. العراق يا حبيبي. يا حبيبي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شلونك؟ لا ليش؟ لا لا حبيبي لا. لا يعني جميع المواد الغذائية أصبحت إنه أسعارها مرتفعة، جميع السلع أسعارها مرتفعة، الأسواق الشعبية يعني شبه متوقفة. السلام عليكم حجي، شلونك؟ شو أخبارك؟ بها مجال نستريح يا مك، خليك مستريح. شو أخبارك؟ استريح يا أبو استريح. والله الحمد لله. شنو وضعك؟ والله نحن عايشين. عايشين وين؟ الحمد لله. مو السوق شلونه؟ والله السوق صاعد ونازل. صاعد ونازل. ايه عد دولار، وشغلته كلها عد دولار. يصعد الدولار يصعد الزرع كله، يصعد من العلو يصعد عند البقر، والناس مغصبا عليه ما عاد هم بضم حاله. زين الزرع شلون هسه اسعاره؟ صعد ايش قد مثلا؟ هواي بوتيته طماطم. هواي 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 هواي. بيت كان وبيت صار؟ وشال البوتيتا بربع دينار، هسه ب1000 ونص وب2000، ب1000 ونص وب2000. البوتيتا ب750، البصل ب1000 ونص، عشان بربع ب500. تقدر تشتري، المواطن العادي يقدر يشتري، يقدر يعالج نفسه. هذا عامل يطلع يشتغل مثلا ب20 ب15 ألف، شو يسد؟ من يسد عنه؟ مأساة. مأساة هي، بس احنا شو نقول؟ نقول الله كريم. موضوع الدولار يعني هسه احنا بدنا نعرف، هاي احنا هسه هذا الزرع مالتنا مال مالقانا صح؟ لا مو كله صح، نحكي على مالقانا طماطه ولا انا كم تحكي الفلاح يقول لك انا الكيماوي اشتري بهالقد مبلغ. طيب الكيماوي يدخل بموضوع بسعره بالدولار؟ بالدولار. هالسبب انه تشتري مبيدات مال مثل مال زرع مال دوده مثلا او منشطات للزرع هم على الدولار. هم على الدولار. الله يرحمه. على كل شغلنا اليوم، اليوم العراق كله مرتبط على الدولار. هاي الملابس مالتك كلها على الدولار. زرعنا على الدولار. كله على الدولار. زرع العراق على الدولار. أنا أقول لك قبل كانت الجمعية فلاحية موجودة تعطيك هوية تروح تستلم كيمياوي. جمعية الفلاحية شو موضوعها؟ موجودة هي جمعية الفلاحية؟ ماكو عمو ماكو، ترى شوف هسه احنا شغلتنا خضرة، ما اقول لك احنا مثلا بقاق المال طماطم وخيار وبصل وبتيتة اتباع هسه يعني كيماوي 170 180 الوزن مات الكيماوي. زين العامل قبل كنا نشتغل احنا قبل بكر ذاك بالثمانينات ب5000، هسه يجي العامل ب25 وماكو عامل يشتغل لك بصورة صحيحة. يعني هي كلها تريد من عندها المبيدات، ضمان القاع، سيارة نقل مالتك. زين 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 زين. هسه احنا اكو موضوع هذا كلش مهم. ايه؟ احنا نسمع بال يطلعون بالاعلام ويحجون جمعية الفلاحين. يعني موضوع زين دا تقدم، يقولون دا تقدم ودا يعني تقدم دعم للفلاح. يا عمي الفلاح تقدم له، شو الفلاح شو تعطيه هو؟ شو تعطيه الفلاح؟ إذا هو عدد 70 دونم تطي وزنتين تطي طنين ما يكفلنا الطنين، ما الكيميو ما يكفلنا. الجو بارد والقاع قوية. زين هو إحنا قبل كنا نشتري منه ومنه بسبيل القاع المت حتى تفتح القاع والقاع تطي قوتها للزرع مالتك. ألف رحمة على هذاك. الزراعة عندنا بالعراق شبه الانتهى، هي والثروة الحيوانية ترى من حاجة كان بالنسبة لي هم كانت من مرب الحيوانات. يعني قبل كانت الدولة بذاك الوقت يحطون معمل مال حليب موجود تحوله وين من البضيلية أو من البغريب، مال البغريب يوزعه المن يوزعه ياخذه للمعامل، يسوي أجبان يسوي قشطة يسوي أشكال بي ياخذونه من عندك، يعطونك الخالة وحب عين الشمس وقطن وسحالة ويعطونك أشكال وحتى فلوس يمطونه. الزراعة انتهت والثروة الحيوانية هم تنتهي وياها لأن ماكو إلها مد ما إلها.
مد لو عندنا مد مثلا إيه تعال تريد فلاح انت ايش قد قاعك هاي قاعك يا ايش قد لك كيماوي يكفيك انت بالشهر بالشهرين بالثلاث اشهر تقدر تراوس عمله انت الفلاح روح له شوف معاناته يبقى الشكوى لمن؟ الشكوى لله والحمد لله الحمد لله نورتني شكرا نورتني وشرفتني الشكوى لله يعني هذا حال العراق اللي وصل بسبب الفساد حتى الزراعة الثروة الحيوانية انتهت السلام عليكم شلونك شلون وضع السوق ها حبيبي حبيبي لا خذ راحتك عمري الثروة الزراعية الحيوانية الثروات العراق انتهت سببك بسببك انت المسؤول الفاسد احنا من نلقي اللوم ما نجمع الجميع لان لابد ان يكون ناس حقيقيين دي يشتغلون بس الفاسدين اللي وصلوا العراق بهالشكل هذا وصلوا لهالمرحله هذه السلام عليكم حجي شنو اخبارك وضعك امورك حجينا شلون السوق والله سوق على وضعك صاعد نازل صاعد نازل اي نعم ويا الدولار وي لا ما هو العراق ما له علاقه بالدولار لكنه اللي مستورد له علاقه بالدولار هسه هذا شغلك هذا بضاعتك هذه محلي لو مستورد؟ لا هذا كله محلي كله محلي اي نعم تأثرت له؟ لا ما له ما تأثرت أيه. الحمد لله من ما تأثرت يعني مشكور حجي ممنون يعني نتمنى انه يعني مثل ما يقول الاخ انه اكو بعض المنتجات انه ما تتأثر وما تتضرر نتمنى انه هذا الشيء السلام عليكم شلونك؟ شو اخبارك؟ وضعك شلونك؟ بخير الحمد لله. والله الاوضاع يعني غالية المخضر غالي. المخضر صار غالي؟ اي والله. طماطم هسه 1400 المستوردة. مال البصرة مستوردة 1400 مال البصرة ب 1000. اي بسبب اسباب الورق. الدولار؟ اي نعم. هذا تشتغل بالبرتقال؟ برتقال رمان. برتقال رمان نعم. مستورد. بيت كان وبيت صار هسه يعني قبل هذا ب 600 دينار هسه ب 700 ب 800 صار 600 دينار كان؟ لا كان 500 هسه ب 800 ب 700 ربع ما يعني ربع القيمه صار ربع القيمه اي صعد كله متاثر هذا بموضوع الدولار طبعا اي شيء هو متاثر بسبب الدولار زين صعدت المواد حركه التبضع شلونها؟ والله تعبانه الاوضاع تعبانه حيل تعبانه يعني اذا كنا نبيع بالمثل 15 برتقال هسه 3 ما نبيع اللي سبب هذا الدولار الاوضاع انا فرد نوب يعني هسه اي شغله هي يعني تعبانه بالسياره بالمخضر العماله اي شيء هو يعني متوقف الشغل بالعراق بسبب الورق سبب الورق اي نعم الله ارحم الراحمين الله ارحم الراحمين ونعم بالله يعني هذه احنا غايتنا انه نوصل هذه الرسائل هذه الصور على جهادات العلاقة حتى يعرف الشعب شلون عايش وشلون دا يمشي شلون دا يكافح حتى يتغلب على هالمصاعب اللي هي صارت بسبب الفاسدين بسببكم يعني غيرها ماكو أي سبب إلها ثاني أنت نتيجة فسادك نتيجة قراراتك اللي صب فقط بمصلحتك وصلت حال المواطن العراقي الفقير بالذات لهذا الحال يبقى المواطن راح يبقى يناشد ويبقى برنامج ناس وناس يوصل هذه المناشدات على المعنيين حتى على الأقل تعرف شعبك شلون عايش مساء الخير يمه الله يبارك فيك أخذي راحتك يمه فالمشاكل هاي المشاكل ولهذا السبب احنا موجودين ومستمرين نوصل رسائل المواطنين الى المسؤول حتى المسؤول يكون عنده درايه ايش دا يصير باللي دا يصير بالعراق اللي دا يصير ويا الفقير اللي دا يصير ويا اغلب شرائح الشعب العراقي السلام عليكم سلام شنو اخبارك اسفين اسف يا حبيبي شنو الوضع شلونك
والله الحمد لله نعمه عايشين. تشتغل هنا بالسوق شنو؟ لا مو بالسوق. مو بالسوق؟ اشتغل بابي الشرجي. بابي الشرجي. بس نطلع يعني سقل مال صب وكذا. موضوع الدولار؟ والله الدولار من حالة الصعوده يعني، ولحد هسه يعني كنا قبل لا يصعد الدولار كنا نشتغل على خير من الله يوميه يعني، تجينا شغلتين هيك يعني نعمه. بس هسه من صعد الدولار ولحد هسه يعني الشغل كلش قاس. يعني قمنا بالسنه حسن نطلع يوم من صعد الدولار. يعني ان شاء الله يوقف سنه. والله مو هسه صار 10 ايام انا قاعد اليوم طلعت والله العظيم سنه حسنه يعني بس هي الامثال تضرب ولا تقص. يعني اتمنى يعني يكون نزلنا الدولار يعني فد 100 ويرجعون على 130 140 ما يخالف. كان اكو شغل بيمجه بس هسه ماكو شغل كله واقف كله قاعد العادم. اي والله العظيم ويعني الـ يعني كله يعني هسه العالم قاعد تبيع سجاير بالشارع وما هسه دوله قطيه جماعتنا يجون من الناصر يشتغلون هنا ببغداد. هسه هم على مود الدوله قطيه قاعدين رجعوا لاهلهم ماكو شغل شو يسوي يعني. يعني لا تقول مثل المواد غاليه كي دولار صاعد او شو اسمه ما يقدر يشتري غراض. اي على الدولار زين. هسه اليوم هنا بالسوق شلون شفت حركه التبضع؟ والله لا تعبانه ذيك الايام وين سوق عمي ماله معط رجل. هسه ماكو السوق كله بارق لان شنو الدولار صاعد وال يعني حتى اذا اريد هسه المسواك هم كلها صاعد يعني البيض الهاي كله صاعد. الله يكون بالعون. الله يكون بالعون. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الله يساعدك يمه. شلونك؟ يعني المشاكل هذه هي المشاكل. حتى بقية الصناعات وأصحاب المهن تضرروا ونالوا يعني نصيبهم من الضرر. نصيبهم من الضرر. فالحركة الاقتصادية بشكل عام تدهورت بسبب صعود الدولار. اذا ما تلقى حل للدولار ف راح يتازم الوضع اكثر مما هو عليه. حج الله يساعدك. شلونك يابا؟ شنو اخبارك؟ مرتاح ان شاء الله؟ الحمد لله. يبارك فيك. حج شلون وضع السوق؟ وضع الدولار شلون تشوفه؟ والله وضع الدولار دمرنا يعني دمرنا فد مره. اي والله شو نسوي ما تقول شو نسوي وضع السوق هات تشوفه. لا ناس ما عدها يعني مصدر رزق ما عدها اللي يعني مديده على الحاجه هاي. والله هسه هنا حجي شلون عشان تشتغل؟ والله نشتغل يعني نطلع العلاقه يوم ويا البيت هاي هي نحصل لنا 15000 العلاقه للبيت. على 15000 يا حجي؟ اي والله. شو تسوي؟ ابو تقاعد رعايه ما عندك؟ انا تقاعد عندي تقاعد. تقاعد؟ اي. ويكفيك التقاعد؟ ما يكفينا ناس عنده ضغط وسكر وبروستات يعني مدمر تدمر يولا كل شهر اذب لي بال 500 600 على نفسي. شو تسوي؟ ما ادري ايش تسوي. يعني منطر اطلع اشتغل. اشتك فقط على هاي البسطيه؟ اي والله على الله والبسطيه هاي. ليش صعدنا اسعار البصل هذا صعد؟ والله جريمه يعني البصل كان ب 503 بالف هسه نبيعه يعني ب 1000 وربع. ب 1000 وربع. نص البصل؟ ب 1000 وربع قاعد نبيعه. اي والله. شو يسوي؟ الله يكون بعونك حجي. يحفظك الله ويسلمك عزيزي. يحفظك الله ان شاء الله. عزيزي الله ويسلمك عزيزي. وصحة وعافية. فهذه المشاكل يا مسؤولنا. هذه المشاكل نعرضها عبر برنامج ناس وناس. نوصل مناشدات الإخوان مناشدات الأهالي وجهة نظرهم وآرائهم حتى تكون عندك دراية. رسالتنا بالأخير بهذه الحلقة الدولار هي المسؤول. إذا أنت ما شايف شنو تداعياته فإحنا نقدر نوصلك إياها من خلال برامجنا. هذا واجب علينا. الواجب علينا احنا نسويه. لربما انه انت منشغل بغير امور ثانيه وتارك شعبك وناسك بهاي الحاله. شيابنا شبابنا المحصله النهائيه متضررين. الفقراء متضررين. ولا تقول ما عندنا فقر، لا عندنا فقر وده يزداد. فقر موجود وده يزداد. سوي جرد وتعداد سكاني وشوف النسب الفقر اللي عندنا بالعراق. وين حلولك؟
وين خططك حتى تنقذ اخواننا؟ اذا انت تقول انا بالفعل جاي حتى اشتغل للمواطن، فهذا المواطن وصلنا لك صورته بكل حيادية ومصداقية وبدون أي رتوش، وبقي لك حق الرد مكفول، نضمن لك حق الرد، حق الرد لجميع الشخصيات والمؤسسات التي يتم ذكرها ببرنامج ناس وناس، برنامج المواطن البسيط والفقير اللي يحكي المواطن يبقى الحق لك مكفول. بس نتمنى منك ويتمنى منك المواطن يلتمس شغلك، حس بالمسؤولية، حس بمسؤولية شعبك وناسك وقدم لهم، لأن هذا واجبك يا المسؤول، هذا واجبك. أنت إجيت حتى تخدم هذه الشريحة، تخدم صاحب الشيب أو تخدم الصغير والكبير وتوفر لهم. ما نقول حياة رفاهية ومثل باقي دول العالم، لأن العالم ينظر إن إحنا بلد منتج للنفط، متخيل شعبه بغير حسابات. بس هذا الشعب، نتمنى هذه رسائل المواطنين تصل إلى الجهات ذات العلاقة والجهات المعنية، ونتمنى يكون أكو خطط، وقبل الخطط نقول الحل موضوع، سوينا الحل. من تطرح الخطة المواطن يسمعها راح يشوف الحل. نتمنى هذه الأشياء تتحقق وتكون ملموسة على أرض الواقع. هذا اللي يريده من عندك المواطن، سويتهن فطلع عليك وجزاك الله خير الجزاء، وأبقى بالمنصب لحد ما تبزع. إذا تقدم للمواطن والله المواطن ما يطرعك، ولا راح يريد يشاركك بمنصبك، ولا يريد يشاركك برزقك وبمالك وبحلالك ولا أبد، بس مجرد يريد من عندك التفاتة حقيقية والساعدة وتنتشل من هالواقع هذا اللي ثقل، صار ثقيل على كاهله. هذه رسائل نوصلها بهذه الحلقة، ونوصلها بالحلقات الجاية حتى تسمع يا المسؤول. إلى هنا مشاهدينا الأكارم تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ألتقيكم على حب الله والوطن، في أمان الله.